تستعليك فيها والحصة حابي تحكي عن المنتخب بقى يا أخوي تفضل المساحة مفتوحة ليك. تلي حاجة برك يا سليم أنا عندك الماضي ساعة مش مشكلة ليه الحقيقة كملاعب يكون توعشناهم التجارب اليوم في الظلم في المنتخب كي نسمع اليوم قيس اليعقوبي وبحتي نقدم له تحية شكر اللي اليوم ينجم يدخل التاريخ متاع المدربين في تونس علاش باش تحل برشا بيبان للمدربين للشجاعة هذه أهم حاجة حكينا فيه خاطر اليوم كي نسمع لويس اليوم كي نحكيه على سامي هليل نحكيه على جارديان 37 سنة على باش يجي بناك تروزيام جارديان قامت لقيمة وكأنه معناتها سامي هليل في تمكو في 25 سنة أنا من منبري خاص سامي هليل صحيح قاعد يقدم في موسم ممتاز وانت اليوم ليك شرف في 37 سنة تلعب في الملعب التونسي المنتخب كان جاي بطبيعته جاي ما جايش من هبطش تدوينة من اليوم كي نحكيه على مبابي كي تنحى 24 سنة هبط تدوينة يا سامي راك تخدم في جمعية كبيرة اسمها الملعب التونسي حتى الملعب التونسي خم في جارديان جون واليوم المنتخب رانا مستحقين للشباب برافو القيس اليعقوبي على الشجاعة هذا نحكيه فيه والأهم حاجة نسيته طرح مدغشقر هذا اللي بيب سامحني شو معز بن شريفية قد عمر لا 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 ما يهمنيش بيهمنيش معز بن شريفية مش اسمعني اسمعني معز بن شريفية قد عمر وهو كي يحكي يقول لك راه ولد الدار من حقه الاخر من حقه لكن نحكيو على ولد الدار راه فما فاسون فاش اجرى مسامي هلال ربي لا تقص عليا سي لا فاش اجرى مسامي هلال كي نحكي لك اليوم نحكيو على جارديان 37 سنه قامت عليه القيامه من حقه خاطر هو فورمو من حقه واليوم نحبوا نمشيو للتشبيب والتجديد الوجوه في المنتخب التشبيب باستدعاء معز بن شريفي اليوم علاش ما حكيناش اليوم الحازم المستوري اللي جاي من الاتحاد الرياضي المنستيري ربيع الحمري من الأولمبي الباجي اللي ما كانتش عنا عادات في الإكيب ناسيونال تحبوا نحكيه بصراحة ما كان المنتخب من فرنسا ومن بلجيكا ومن ألمانيا اليوم قيس اليعقوبي ورى اللي عنا دي كاليتي دي جون اليوم في تونس واللي يستحق يكون في المنتخب يكون في المنتخب صحيح. سامي هليل كان جاته الفرصة للمنتخب فبيه مرحبا وأكبر... أنا سامي هليل كان أرجع له كي كان في الملعب وأكبر التونسي وأكبر شيء بعيط له معز بن شريفي أنا كان جيت نسأل سامي هليل وقتها هو في الملعب التونسي في السن 35 سنة يقول لك راني ما حاجتيش بالي كيب ناسيونال اسبان اليوم قامت الليسته كامله تاع على خاطر اليوم انفورم ويسحق ليكيب ناسيونال خاطر اليوم سامي عليه معيطلوش تروازيام كان قالت تروازيام كارديا مشينا للليسته كامله باش نطلعوا العيب في قيس اليعقوبي لا لا مروان 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 قاعد قاعد لا يا مروان قاعد ما نحكيش مع بعض ما نحكيش مع بعض شبيكم محرطوش رمي جريدي لا لا اسمع خليك من بعد انا اليوم لاني ضد سامي عليه لاني ضد الملعب التونسي لا حد شيء انا اهم حاجه اليوم في الليسته اللي قيس اليعقوبي رجع باش يدخل للتاريخ عندي واضح ما فما ملعبيه ولا تتعيط من الوادي من الوادي تاعنا معناتها اليوم اهم حاجه عندنا المنتخب يلعب كنت مدغشقر ما يهمنيش في اكس كون عيط له ما عيطوش ما عيطلوش باحترامي تسمي عليه 37 سنه راك تلعب في جمعيه كبيره اسمها الملعب التونسي جاء المنتخب ما جاش بركه لو فيهم باه ديما انت تقول في نفس الكلمه هذايا موقفك عندك حق تقول ورايك عندك حق تقول لكن ديما نقول لك انا المنتخب استحقاق سواء 40 عام سواء 17 عام حبيت تقول حاجه وانا نتعدى اللي بعد حبيت نقول له معناتها مروان زايد الحديث على تركيزك على سامي هلال زايد برش على خاطر سامي هلال في الفتره الحاليه قاعد يمر بفتره انتعاشه قصوى وكما قال لك اسلام وقال لك سي رضا هو استحقاق السيد هذايا باجماع معناتها العباد الكل مثل الفرنساوي يقول لك سي تو لو موند ديز كو جي تور اي جو دي كو جي ريزون سي كو جي تور دونك هما الناس الفنيين في تونس 90% اجمعوا على انه سامي هلال يستحق المنتخب كمل الطفل توجع عمل تدوينة شو شو سقفني وشو توجع يا أنا تظلمنا شنو توجع أنت تظلمت سكت أنت يا مو خلنا نكمل عاد أنت تظلمت سكت أنت تظلمت تسامحني قلت أنا تظلمنا كملوا مش نكمل قلت أنا تظلمنا أنت تظلمت سكت تحبني أنا نسكت أنت أمورك سكت انت امورك انا مش جيت تحكم فيا سامي هلال نعمل تدوينه ولا نعمل زوز معناتها اليوم يا اسلام باش نوريك اليوم كم لعبيه شنو المنطقه اسمعني اسمعني احنا كم لعبيه انا قبل في الشان عيطوا لي كيب ناسيونال كلمني كوسبر جاك او حاتم الميساوي يعرف جاو لي قالوا لي راك باش تجيب بالك في ليكيب ناسيونال قلت له راني نلعب في ليتوال شيخ شامبيونز ليغ هزيت روحي وعملت فواياج خرجت لبرا هذا موقف لي سامحني اسكو انا اليوم يا اخي كي نضرب انا اليوم كسامي هلال كي نمشي ليكيب ناسيونال نلعب مش نضرب باش نمشي تروازيام كارديان وتهبط في التدوينه هكا ملعب بيا يا اخي امورو انت ايش قلقك اليوم معناتها اليوم في الهيستا كامله نحاربوا اليوم الاعلام الناس الكل خرجت على تروازيام كارديان انا سامحني يا اسلام قلت لك هزيت ساكي ومشيت على روحي يطلبني سوادي الجزائري ربي يفرج عليه قال لي مش قلت لك ما تسافرش قلت له عليه باش نجي لك ناسيونال نقعد على البنك
ما سافرش وين عندي في الاطوال اموري واضحه نلعب تيتو هيف معناها ما تمشيش لي كبسنا تقعد على البنك بيان سور سامي عليك كي بيان سور مارسيلو ما يوافق ما تقعدش على البنك ما نقعدش على البنك ما نقعدش على البنك ليه غلط انا كجوار نعرف روحي نستحق نلعب ما نقعدش لي كيف انا اليوم كسامي هليل هو يحكي ما نسمعوش لعبه انا كسامي هليل ونحبه برشا اول واحد ما يخليكش تحكي انا سامي هليل ونحبه برشا وكل شيء حبيتك تعملها التدوينه معناتها تكون بريمير جارديان مش اليوم نلوجوا على تروازيام جارديان شبي عيط لك ولا ما عيطلكش هذاك اللي مش وريت واضح به واضح اوكي خلينا نتعدي حبيت كل حاجه هو يحكي على تروزيام جارديان ما نمشيش تروزيام جارديان شكون قال لك اللي هو ماشي تروزيام جارديان عندي الملعب التونسي جمعيه كبيره وليا الشرف نلعب في الملعب التونسي شكون قال لك ماشي تروزيام جارديان يا مروان خلينا نحكيو معك شويه تحكي وحدك ما نمشيش انا تحكي وحدك يا عجبك تو مو بسرعه شكون قال لك هو في التدوينه قال تروزيام جارديان برافو قيس اليعقوبي يعمل فيه يرحم والديه سيبو قلت وهذا اخوي خلي يحكي وحده بس نظام كامل معك خلي يحكي وحده نكمل معك سيفا والله عندي بيت رمارك ساعة نورمال مو مروان الموضوع نتاعك عيطولك ليكيب ناسيونال وانت ما قبلتش باش تقعد على البنك هنا عدم وطنية راهو كيفاش؟ ماكش مواطن انا كي ما تعيطليش في الليستة لا 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 ما تعيطليش كي ما تعيطليش في الليستة خليه لا مروان يحكي وحده راهو ما يخليش كون يحكي معاه تسمى اون كونفوكاسيون بور ليكيب ناسيونال هكا ولا باهي ما تنجمش تشرط تشرط انت على لونترينور كل ما تحطين على إيه سينون ولي نعيط وكان 11 من لعبه ما عادش نعيط 16 و 22 و دقيقه تو انت وقتها في الاطوار لو هيك لونترنور نتاع الاطوار وحطك على البنك اش تعمل؟ ترى اش عملوا لي انا ولا خل نقول لك اش عملوا لي ما حددونيش ما خلي يكمل بعد قلت لك راهو شرف باش انسان يكون نيميرو 25 ما ضبيا شرف كي نلعب تيتولير في ليكيب ناسيونال حارب بدم وفي وباللي تحب انت يهديك ربي خليه يكمل جملته وبعد ما تدخلنيش في متاهات اخرى تقول لي بعد نجاوبك خليه يكمل خليه يكمل شرف اي تونسي لاعبي نومه ونتشرف ونعتز بهذا ما نجموش نكملوا هكا ما وين خليه يكمل بعد نعطيك جواب ما يخليكش تحكي ما وين ماكش انت ماكش انت انا قلت لك يتشرف اي تونسي يلبس المريول ليكيب ناسيونال ويقعد 10 سنين وعلى البنك وكل عالم منايا محطوط وما يلعبش لو كنت انت في الاطوال ويجيك لونترنور يحطك على البنك ما يلعبكش اش تعمل نحسها هذايا نحسها فما ملاعبيه يسمعوا فيك صغار تضرب على بلادي اسمعني عاد فما تضرب على بلادك حتى كي تبدا في الفستير قاعد مش على البنك حتى في الفستير تضرب على بلادك انا ليه نحب نضرب عليه بجادي وبعرض هذا هكايا ما عادش نعيطوا ال 25 و 26 نعيطوا جي باش تلعب قالك صحيت قالك صحيت قول هذه يا مروان لا سير سير مش من فوتو ايش هذا بسرعة بالله خد قعد اكثر من وقت انا يا سير اذا كم لاعبي خدمتي اليوم حتى تعيط لي الوطن ونمشي نخدم في الجيش ونضرب بالكرتوش على بلادي ما تخموش في حرب احنا نحكي على ملاعبي انا ملاعبي نحب كي نجي المنتخب راني نابت بدمي ونتجرح كيما اي لعبات باش تعيطني هذي باش تحطني في جرادا انا ما نقبلهاش اي مروان مروان افهمت معلومتي تسمع فيا مروان اي انت كي كان عايط 11 لعبه ما عادش نعيط 16 و 20 نحكي على روحي ماهوش برنسيب انا نحب نمشي المنتخب نلعب ما نحبش نمشي نقعد في جرادا تحكي على روحك ما تفرضوش على سامي هلال ما يسالش سامي هلال ولد الملعب التونسي ما تفرضوش قلت تحكي على روحك يا سامي هلال تستحق تكون بريمير جادا نضربوا عليك اليوم باش تمشي وتقعد تروح انا ولد الملعب التونسي تقعد في